وقعت المستشفيات الحكومية اتفاقية تعاون مشتركة مع جامعة ترينيتي الإيرلندية العريقة في مجال التعليم والتدريب الطبي. وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة مريم عضبي الجلهمة الرئيس التنفيذي بالمستشفيات الحكومية أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والأكاديمي في مجال الصحة، بما يساهم بشكل كبير في تعزيز الممارسات الطبية والإدارية بالقطاع الصحي، مشيرة إلى أهمية هذه الاتفاقية في توسيع التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق المنافع المتبادلة. وقالت إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود مملكة البحرين لتطوير القطاع الصحي وتعزيز جودة الرعاية الطبية ورفع مستوى كفاءة مختلف المجالات الطبية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للأطباء للاستمرار في تطوير مهاراتهم المهنية وخبراتهم العملية في التخصصات الطبية الدقيقة، بما ينعكس إيجابا على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في المملكة. من جانبه أشار البروفيسور كولين دوهيرتي عميد كلية الطب بجامعة ترينيتي الإيرلندية إلى الحرص على تقديم كافة الخبرات والإمكانيات لخدمة تطوير القطاعات الصحية وفتح آفاق جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لما من شأنه أن يساهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية.